السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حلقة جديدة وتجدد دائم معكم في بروفايلك في برنامج حياتك، برنامج الواقع الذي يمتد 24 ساعة. اليوم صار عندنا توقف في صلاة الجمعة من الحرم، وموعدنا في التوقف القادم الجمعة القادمة في الحرم. كل شيء تشاهدونه على الهواء بجمالنا بمشاكلنا بحلولنا بكل شيء موجودين على الهواء. اليوم ارحب بضيوفي، ضيفي الدائم الاستاذ ياسر عباس، حياك الله حبيبي. هلا والله وغلا، كرتون حلا حبيبي، منور حلا رجعنا ومنور ضيفنا الثاني اللي ننتظر لنا كم يوم. طيب حياك الله يا ابو علي. الله يسلمك ويبقيك وصبحكم الله بالخير والمشاهدين، وانا منكم وفيكم، ماني ضيف، انا من اهل بدايه ومن قلب بدايه. ابو علي، صحيح ما اشيع عنك انك تتغلى وانك تنام بدري وما تبغى تحضر معنا؟ انا انسان احب اريح بدني واصحى فايق ورايق عشان اشوف اشغالي. حلو. الله شوف، لازم قال واليوم نام مبكر تصحى. طيب واليوم مش غير القاعده؟ والله الشباب قالوا انت ضيف اليوم عندنا في بروفايلك، قلت والله ما يسعدني ويشرفني اني اكون ضيف خفيف عليكم وعلى المشاهدين. جميل جدا ياسر، طال انتظار هالضيافة يعني. طبعا شوف ابو علي قال في بداية كلام انه انا من اصحاب المكان وحنا بالاول والاخير واحد. نعم، واجل تحملنا يعني على قولتك. عادي حبيبي. جميل، احنا بندخل النقاش اللي بيننا بعد شوي. بس ابو علي بسألك سؤال برا نقاشنا. تفضل. تعطيني كذا يعني زي ما تقول البرنامج في كلمتين كذا. برنامج كيف يعني؟ برنامج حياتك. برنامج حياتك برنامج جميل، ويعني يكون يتحدث عن واقعية المتسابق وعن حياة يعني الإنسان نفسه. ويعني برنامج جميل وهدفه يعني هدف جميل، ويعني شيء جميل إن الإنسان يعيش حياته بالواقع اللي هو عايشها. وبرنامج يعني ما شاء الله تبارك الله بداية ما هو غريب عليها في البرامج هذه. يعني شيء جميل. جميل. وبداية كل شيء تظهر لنا بحاجات حلوة وحاجات مشرفة. أحسن حياتك ولا تدرس يدك؟ والله شوف يعني والله اسمح لي قاطعك يا أبو علي معليش. احنا مش في وجه مقارنات، هذا برنامج له جوه وله شكله وله اسلوبه وهذا برنامج. جميل، هذا رايك يا ياسر، خلينا نشوف رايك. رايي برضه هذاك برنامج، هذا برنامج، هذاك زد رصيدك وهذا حياتك. المتسابقين وش افضل، زد رصيدك ولا حياتك؟ والله كلهم عينين في راسه. جميل. دبلوماسي يا ابو علي؟ سم؟ اقول دبلوماسي اليوم؟ انا؟ لا ديمقراطي. طيب وفي اجوبتك معنا بتكون دبلوماسي ولا صريح؟ صريح جدا. مرة. جميل جدا. يعني صريح جدا. يعني بتتحمل ياسر؟ جدا. السؤال اللي جوابه عندي حجاوب عليه. انا اقول لك مشكلتك اليوم ابو علي ما حتحمل ياسر، حتحمل ياسر وحتتحمل كلام الجمهور اللي حنقول لك اياه. من اي ناحيه؟ يعني اي نقد يجي من الجمهور، اي اعتراض، وفي طرف ثالث نسيته، الطرف الاهم اللي هم متسابقين حيكونون معنا في كم شهر. طيب انا حاعطيك كلمه يعني كلمه الانتقاد هذه كلمتين، وحاط هي كلمتين وحاختصر لك. اي انسان ناجح محارب. يا سلام. شوف أبو علي، يصير ابو علي يصير حرب. لا شوف، طيب نبدا يا جماعه بنقاشنا مع ابو علي. تفضل. طيب ناخذ العناوين ولا ناخذ رايك ياسر اول شيء بشكل طيب. عام اول شيء قال نتكلم عن موضوع ابو علي ولا عن اليوم بشكل عام؟ ابيك تكلمني اليوم بشكل عام، خلي ابو علي لان في نقاش بيننا ابو علي. والله شوف علي ليله طويل. شوف اكون معك صادق، يعني الحلقه هذه المفروض انها بالحاله تاخذ ساعتين، لانه ما شاء الله اول شيء اليوم مليان فقرات وتفاعل متسابقين، وايضا القضايا اللي احنا راح نطرحها هنا غير اللي حصلت اليوم برضو مليانه، فالله يعين. قصدك يعني القضيه الكبيره اللي حصلت امس بنناقشها بعد شوي. هذه لها جوها الخاص. لها جوها الخاص. جميل. إيه؟ انا طيب بالنسبه لي تعتبر قضيه الاكبر اكثر من اللي حصلت امس، قضيه ابو علي. جميل. السبب لانه احنا نطالب فيها من كم يوم ونحتاج اجوبه فقط. احنا جايين اجوبه ولا اجوبه مقنعه؟ اجوبه مقنعه. طيب جميل، معلش يا ياسر، تبريرات انت محتاج ابو علي. إيه؟ صحيح. ابو علي هل هو برا المنتجع او انه موجود؟ هو يقول انت جوا المنتجع. ابو علي انا جيتك قبل يومين. هل جيتني وقلت لي يا ابو علي محتاجينك؟ جيتك قبل يومين. معلش جيتك قبل يومين قلت لك يا ابو علي احنا نحتاجك في لقاء. ايش قلت لك؟ قلت لي انا انام بدري، متى برنامجك؟ متى الساعه 12؟ قلت انا انام بدري. قلت لك اذا انا موجود ابشر. قلت لي انام بدري. قول لي ابو علي الوقت ضروري، ما في اي اشكال، انا اجيك ضروري. انا ياسر انا موجود معك. جميل، اعطيني ما في بالك. هذا شيء انتهى. اعطيني ما في بالك. جميل، انا عندي كم سؤال. تفضل.
فضل. يعني عندي استفسارات كثير. نبدأ في موضوع أبو علي ولا نتكلم في لا كلام؟ لا شوف شوف ياسر متحمس على أبو علي، يا ريت لا والله أنا ماني متحمس لأبو علي. لا فضل. والله شوف لا تأخذ الموضوع، أنت قلت في البداية الناجح محارب. نعم. أنا ماني جالس أحاربك حبيبي، أنا ماني جالس أحاربك. يا ياسر عندك أسئلة؟ عندي. تفضل. بس طيب. المشكلة أبو علي فضل. مو بعليك أنت كشخص، شخصك الكريم ابدا. النقاش عن فقرة المطبخ، عن فقرة المطبخ مش على ابو علي. اجل وش يعني حبيبي يعني تتوقع بالناقش يعني ابو علي ليش لابس شماغلس؟ انا اتمنى ان المطبخ انا حبرر كل شيء لكم المشاهدين. جميل. واي حاجة سؤال حيجي من ياسر لي والله العظيم لاجاوب عليه بكل صراحة. طيب صراحة يا ابو علي؟ والله بكل طيب. صراحة وراسي مرفوع فوق شامخ. سؤال بس ابو علي، تزعل من المتسابقين لو قالوا صراحتهم؟ لا بدا يعني المتسابقين معهم الضوء الاخضر جدا. لكن عندي سؤال ابو علي، لكن لازم نوصل شيء. ايوه رايهم في الفقره وليس في ابو علي. ابو علي احنا مش محط نقاش اكيد لنا. طيب بس ياسر تتوقع لو كنت متسابق حتخاف تناقش ابو علي عشان ما يخصم عليك بكره لا 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 ابو علي انا شوف اخصم عليه. انا ايش قلت قبل يومين؟ دقيقه بس اخصم عليه اكمل بس اكمل وجهه نظري. انا بيجيك سؤال. دقيقه، انا قلت قبل يومين ابو علي احنا لما نتكلم ونطلبه ما نحطه في موضوع انه هو ظالم، لا، لكن نحتاج توضيح في بعض الامور، في بعض الحاجه في بعض الحاجات في الفقرات حصلت في فقره المطبخ عملت دروب للمتسابقين، عملت اشكال. نحتاج من ابو علي انه يجي ويوضح، لانه ابو علي على الايام وعلى المشاكل اللي صارت في المطبخ ما في اي توضيح. فهذا اللي احنا قلناه، ما قلنا لابو علي ظالم ولا قلنا شيء. طيب ابو علي عموما انت تعطي الامان للمتسابقين اي واحد يتكلم يقول لي في خاطره؟ جدا اكيد. الله خذ طيب. امان من الله سبحانه وتعالى ثم مني اهرج طيب. يتكلموا يعني جدا. طيب المتسابقين الاعزاء، اي احد عنده ملاحظه على فقره المطبخ يتوجه كونفشن روم، ممكن ناخذ اليوم اكبر قدر من المتسابقين. سمحوا لنا فريق الاعداد وذات البرنامج ودنا عشان الوقت بس انه طيب نبدا الفقرات يا جماعه. طيب نبدا برقاش ابو علي. اذا ياسر الطاوله قدامك تفضل. طيب اول شيء شرفتنا ونورتنا. الله يشرف مقدارك. اولا ابو علي من برنامج زد رصيدك الماضي كان عنده لوائح و أنظمة نعم. حطها أبو علي ولا حطها الفقرة نفسها إدارة البرنامج؟ إدارة البرنامج في حياتك هي اللي حطت الأنظمة. جميل. اللي مسؤول عنها أبو علي هم في داخل المطبخ. أنا أتكلم في داخل المطبخ. نعم. اللي مسؤول عنها أبو علي. نعم. جميل. يعني اولا احنا نعرف يعني بس خلي يوضح هذه، يعني انت ما حضرت نقاط التقييم حقت ال 50% حقتك؟ سلموني الورقه قال هذه النقاط قيم عليها. قيم عليها. ممتاز. جميل. طيب انه قيم عليها، لكن اللي بيقيم في الاول والاخير ابو علي. نعم. طيب ممكن تعطينا بس البنود اللي انت قاعد تقيم عليها؟ البنود سريع. اللي هي ملابس الطبخ تكون نظيفه 10%. جميل. نظافه الاكل 25%. الحضور المبكر 20%. المقادير ومكونات الطبخ 25%. من وضع النسب هذه؟ 20%. كم عيد ابو علي النسب بس؟ النسب بس النسب 10 25 20 25 20. كم المجموعة؟ كم صارت مجموعة هذه؟ حبيبي 95 ذي ولا كم؟ 100 100 100 100 100. يعني طيب. انت تقيم من 100 بعدين تقسم ال 100 على نعم تقسم على 2. جميل. الان سؤالي انا مش على البنود ولا كيفيه تقييم ابو علي. الا وهي ترى انا اتوقع انها 95 ما ضبطت، عيد لي بس 10 تقل 10 عندك 25 25 هذه 50 اوكي، وعندك 20 و20 و10. ممتاز. جميل. طيب ابو علي انا الان ارجع واقول لك مش مشكلتي ابو علي كيف يقيم سم. انا مشكلتي في وضوح التقييم. انت على اي اساس مثلا يا ابو علي تخصم على موضوع النظافة مثلا؟ هل مثلا رؤيتك أنت فقط؟ هل أحد يساعدك في الموضوع هذا؟ رؤيتي أنا؟ إيه مثلا يعني لما تقيم مثلا أنه هذا نظيف وهذا مش نظيف، هذا الموضوع لك أنت. أنا أخصم على النظافة وأقول له روح أشوفه نظيف ولا ما نظيف، قالوا بس حاجة بسيطة نظيف والكاميرا موجودة. جميل. ويليت لك شغل الشاشة وأي حلقة طيب. خصمت فيها طيب. على النظافة تعاد طيب اذا في ما يعني تعاد كامله من طيب. اول فقره المطبخ تعاد ها ويتفرجوا فيها. طيب ابو علي انتم المشاهدين. ابو علي تعيد النقاط مره ثانيه، النظافه، الحضور المبكر. النظافه، الحضور المبكر، نظافه الاكل، حضور المبكر، نظافه الاكل، مظهر ابو علي مظهر الطبق، مظهر الطبق. اربع اشياء. نعم خمس اشياء. النظافه ونظافه نظافه ملابس المتسابق. حلو. اوكي. نظافه الاكل كيف؟ نظافة الأكل يغسله، يغسل خيار ما يغسله. حلو. بعض الشباب الله يهديهم يجي قطع
سووا سلطه. طيب حلو، ولا حط كل يعني كل كمل ابو علي في سلطه تجيهم. واضحه واضحه هذه النظافه ونظافه المظهر. ايوه حضور فقره مبكر حلو، المقادير حلو، مظهر الطبق. طيب الطعم مقادير. طيب هي المقادير لها علاقه بالطعم؟ مقادير واكتمال الطبخه. هي هذه تدخل من ضمن الطبخه؟ نعم هي تدخل من ضمن الطعم عموما. طيب جميل. انا طيب. سؤالي مش هذا، هذا انا بعتبر طيب بقول ابوكم معك صادق ياسر. نبغى ندخل في العميق. في العميق على طول. وتبغى ندخل معنا احد منكم في الشروب؟ ودي الان بس استفسر منك. عطنا سؤال واحد بدروحكم في الشروب. طيب ابو علي، وش سالفه تغيير النظام في وسط الاسبوع؟ يعني مثلا ابو علي بدا انه ياخذ من الشباب الاكلات اللي هم يبغونها قبلها بيوم، يجيب المقادير والشباب يطبخون. فجاه في يوم وليله بدون توضيح للمتسابقين نهائيا، جيت قلت انت عندك يا كابلي لحم او داود باشا مثلا. في اليوم اللي بعده غير برضو ابو علي وجاب منيو. يا سلام عليك. وحصلت نفس المشكله. يا سلام يا سلام. حلو. انا في نفس حياتك، انا مقيد براعي للفقره الا وهو الناضج. طيب. مقيد براعي فقره. كنا نرجع للشباب نقول لهم ايش طبخاتكم؟ جميل. اوكي؟ يقول احنا نبغى كذا ونبغى كذا. ثلاث طبخات اختاروها الشباب. جميل. اوكي؟ الاداره كانت واضح معها الكلام، واضح مع استاذ سامي وتكلموا الكلام هذا من اول برنامج، ان اللي اختار الطبخات هم المتسابقين. جميل. هذه هذه حلنا حلوين، حلو. فجأه تكلمنا مع استاذ سامي قال لا، في منيو جاي من الناضج. جميل. من الراعي. يلزمك. انا في اللحظه دي ما لي اي كلام، انا قالوا في منيو من الراعي يجيب داود باشا. طيب سؤال، المنيو هذا واضح، احنا عندنا فكرتين، انا طرحت فكرتين. نعم. فكره المتسابقين يختارون. أه؟ فكره في منيو. مو انا طرحتها، انا فاهم اللي قبل شيء قلتها انت. نعم. طيب في متسابقين يقولون ابو علي خيرنا بين اكلتين. سام في متسابقين. أه؟ يقولون ابو علي خيرنا بين اكلتين، يا دي يا دي. طيب خيرتهم بين داود باشا او كابلي. طيب بالضبط قالوا نبغى الكابلي احسن. لا لا دقيقه دقيقه، انا ما علي. ها ليش ما اعطيتهم منيو يختارون منه؟ ما في الاثنين طبختين، صل على النبي. منيو ما في ورقه تجيني. ورقه ورقة تجيني. اوكي عشان انت تحسبني جايني لفته كامله اربع طبخات في ورقه واحده. ابو علي معليش معليش. طيب هم ايش خيرتهم بين وجبتين؟ ثنتين باقي. هاني هاني معليش باقي ثنتين بس. ابو شوق انت تمر عليها بالسره. لا مو بالسره، حق الاسبوع يجيني. ايوه واحده ثنتين ثلاث اربع خمس. طيب ابو علي سؤال، انت يعني كمدير للفقره صم. ما عندك راي تقول انه حرام في ناس كان لهم حريه الاختيار؟ تكلمت معهم. بعدين في ناس كذا تكلمت في الكلام هذا. طيب ايوه طيب تكلمت قالوا معليش احنا ما نقدر نوفر الا اللي عندنا في نفس المطبخ. طيب بنروحكم في شرون برجع لك. قبلكم في شرون معليش بسال سؤال. طيب ابو علي الان المتسابقين تقول عندهم قائمه اكلات. طيب اول اسبوع اختاروا الشباب اللي هم يبغونه، فجاء اخر الاسبوع في شباب تورطوا وما اخذوا الاكلات اللي هم يبغونها. حلو. طيب دقيقه دقيقه تفضل. الاسبوع اللي بعده هل نفس الشباب اللي كانوا في الاخير راح يكونوا الاول؟ ولا الموضوع بالقرعه ولا ايش بالضبط؟ لا ما كيف بالقرعه؟ يعني نفس الطبخ؟ انا اتكلم عن اختيار الشباب. قرعه قرعه. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال لو مثلا منصور القرني نقول سم جاء اخر الاسبوع. نعم. تورط. الاسبوع اللي بعده جاء اخر الاسبوع وتورط. نعم. هذه ما تحس ان فيها نوع من الظلم مني انا من الفقره؟ ابو علي انا مع انا قدامي ابو علي انا معي. شوف اتكلم يعني بالوضوح. ايوه حبيبي شاشه ويطلع نفس الصور حق الشباب وستوب. اللي يطلع في الاسبوع مرتين يقبل، ثلاث ما يقبل. طيب ابو علي سؤال. أوكي؟ ابو علي سؤال، ترى ان في ناس ظلموا ولا ما توقعت الظلم لحد الان؟ إيه؟ ما في حد ظلم. لا معليش ابو علي اللي قلت له اختار الوجبه اللي تبغاها. طيب وفي ناس قلت لهم انت مخير بمنيو، وفي ناس قلت لهم لا بالنسبه للاختيار. ايوه وانا في ناس ظلموا من البدايه. نعم لانهم اختاروا طبختهم وطبخوها. يعني ابو علي يقول ان في ناس ظلموا فقط المطبخ. نعم. طيب ناخذكم في الشروم. من معنفكم في الشروم؟ لو شغلنا الشاشه علي الكلثمي. شغلنا الشاشه بس الله يعطيكم العافيه نشوفه. تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير. بالنور يا علي. مسي اللي عندك بالخير. حياك الله يا علي. الله يسعدك. كيف تبغاني ابدا وكيف تبغاني انت؟ علي المايك معاك تفضل. كيف تبغاني ابدا وكيف تبغاني انت؟ يعني الموضوع طويل قصدك. اوه ايوه. طيب عشان الوقت. يلا لا 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 خذ راحتك علي. يلا اول شيء طويل العمر السلامه جانا تقييم قبل امس 40%. حلو. طبعا زي ما تعرف انها بتنقسم الى اثنين تصير 20 يعني 20 وانا احتاج الدرجه الواحده. جميل. خلاص طبعا الزمونا في انك تختار من بين الوجبات. ايش درى علي على المقلوبه؟ طيب ايش درى علي واللي معه على المقلوب ما نعرف نطبخ. حلو. احنا داخلين هنا نتعلم.
يعني ابو علي بس يعطيكم الوجبه والمقادير ولا بدون مقادير؟ الوجبه والمقادير. الا مقادير طيب. صح مقادير إلا. حلو ما يعطيكم طريقتها وشغلها؟ لا 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 عيه يعطينا عيه عيه يعطيني الطريقه. هو اصلا المفروض يا استاذ هاني والمتسابقين كلهم ترى مايك طافي كانه ما ادري اللي جنبك مايك طافي منه ما حد احنا نبغى الطريقه احنا جينا نتعلم. معليش يا جماعه تشغلون الشاشه بس مو بشغل الشاشه اللي عندي. علي من معك في الكونفشن روم؟ عبد الله. عبد الله الشهراني. طيب عبد الله وعلي جتكم الوجبه جت قال لكم اطبخوا كابني مثلا او مقلوبه واعطاكم المقادير إيه؟ وش ينقصكم؟ نقول عطنا علمنا ايش كيف المقادير احنا ما نعرف. المتصلين ما يعلمونكم؟ لا ما يعطونا ايش اسم الطريقه ممكن يعطونا ملاحظات. طيب اصلا المفروض انا اختار انا في راسي انا اتقن وجبه وجبتين المفروض ما تقيد باكثر من وجبه تقول لي. طيب انا ما اعرف اقل شيء المفروض انك تساعدني. طيب هذه المشكله الاولى. المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه الفرن. الفرن الفرن ضعيف ضعيف مره ضعيف يعني ما ناخذ الوقت اللي نبغاه. يعني ممتاز. المشكله الثالثه ضيق مره. وبعدين شو اسمه يا طويل العمر صارت مشكله قبل امس المويه تاخرت. يعني في سبب ما هو منا احنا بس. وعقب على نقطة اللي هي وش اسمه نقطة ابو علي يوم يقول اللي انظلم بنعيد لفقرة غدانا. ترى مو بكل ما احنا قاعدين نكرف واحدة ثنتين ثلاثة الى الساعة ثلاثة قاعدين نكرف نعيد صحيح. الفقرة ليه؟ بعدين حقي ما ابغى اعيد الفقرة عشان سؤال يا عبد الله. دقيقة دقيقة عبد الله وعلي في عندكم ملاحظة على تقييم ابو علي؟ ايوه عندي كله ظلم. عندي كله ظلم. انا عندي لا دقيقة لحظة لا تقول ظلم ما تقول كله ظلم. ايش اللي انت تحس انه في مشكلة؟ عندي ملاحظة اتفضل. عندي ملاحظة تفضل. اول شيء هو يقول كم نسبة النظافة؟ 20% صحيح صح؟ والمقادير 20% ولا وش كمان يا ليت يعلمني وش الباقي؟ ونظافة الطبق ايوه وال شكل الطبق يعني المفروض ناخذ 60% خلي الطعم ما هو كويس. ليش تاخذ 60%؟ الحضور مبكر حضرتم مبكرين؟ والله اني من فجر وانا صاحي. طيب انا بعطي ابو علي المايك يتكلم معاكم. ابو علي يتكلمون عن ابو علي معي اللي يتكلمون عن الوقت المويه الفرن الاشكاليه الثالثه اللي هي الاختيار والمقادير ما تعطيهم اياها وايضا في احد يقول انك انت ظالم بالتقييم. عطنا رايك. علي مساك الله بالخير. سيك بالنور بس ما اشوفكم. بس اتمنى حاجه طيب. بس معليش دقيقه اذا تسمح لي اتمنى حاجه انه ما تصير النقاش على يعني اشخاص الحاله. نبغى نتكلم عن الفقره بشكل عام اذا ممكن يا ابو علي. طيب ما اشوفكم ما في اشكال احنا ما نشوفك برضه لكن يا تفهم. علي تفضل حبيبي. لبيت تفضل. تسلم. الحين جيت وقلت لك يا علي في طبخه عندكم بكره مقلوبه وصلصه بصل صح ولا لا؟ صح. قلت لي المقلوبه ايش؟ لحظة قلت المقلوبة ايش؟ وسلطة بصل. لا الوجبة الثانية وش هي؟ التطلي. ما معي الا وجبتين اختار منها واحدة. طيب لازم رجع اتعلمها. طيب لحظة. ايه يوم سألتك عن المقلوبة الان انت تقول لي يا علي المقلوبة تعرفها. سألتك عن المقلوبة علي عندك بكرة مقلوبة وش قلت لي؟ لا تقول ايش تختار؟ قلت هات المقلوبة. وش قلت لي؟ قلت هات المقلوبة. وش قلت لي؟ انت تتكلم بواقع الحين لا 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 اقول كل شيء والله لا اقول كل شيء عادي. سالتك قلت لك يا علي بكره عندك مقلوبه قلت المقلوبه ايش؟ اعطني اياها. لعبتي. ما معي الا الثنتين دي واحده منها اختار لعبتي دي ولا دي صح ولا لا؟ ما لي خيار ثالث. وبالنسبه للتقييم يا علي انا أيه؟ قيمتك والمتصلين برضو اللي قيموك مو انا. كيف المتصلين قيموك؟ المتصلين قالوا كلها غلط في غلط. لا قليت وبطاطس حطيته في وسط القدر بقشره أبو علي. ولا عمر اصلا احد سوى مقلوبه بقشره. ابو علي لا لا وقف ماك اسمع اسمع هاي فهمني النقطه هذه. عندي دكتور ياسر استاذ ياسر لحظه يا علي معلش دقيقه اسمح لي اوقفك ابو علي. مستحيل يا علي ابو علي مستحيل اني اعطيك طريقه ما اعطيناها المسابقين اللي قبلك في اي برنامج واقعي لانك جاي تتعلم هنا. ابو علي معلش استاذ ياسر معلش دقيقه يا علي ما ودي ان شخص الامور انت طبخاتك سويت كذا بعدين سويت كذا. احنا ما نتكلم عن الفقره بشكل عام خلاص اوكي لو سمحت. احنا نقول انه ابو علي انت تقول يا علي انه ابو علي في التقييم كان يعني اجحفنا في التقييم حلو. ايوه. ثانيا انت تقولون انه ما في وضوح وفي تاخير مثلا في بعض الطلبات. ايوه. ثالثا تقول الفرن ضعيف او حاجه زي كذا. والله ضعيف الفرن. جميل خلاص احنا نتكلم عن ابو علي. هذه تعتبر مش مشكله مع المتسابقين. يعني انا اتكلم اذا كان ابو علي بيقيم المتسابقين بهذه المشكله. هذه مش مشكلتهم هم صح. طيب هذه مشكله حصلت طيب. في البرنامج طيب. ياسر استاذ ياسر بس كلمه بقول كلمه قل كلمه
تاكل بطاطس بقشر ولا ما تاكله؟ بطريقتي، صح؟ انا يعطيني الطريقه بطريقتي، انا اكلها كذا. كلهم تصرين الناس. طيب طيب ابو علي دقيقه، في في من الجمهور يقولون طيب اسالوه عن النظافه، الشباب كانوا لابسين والارضيه نظيفه، لكن بس الفرن في شويه وساخه اعطاهم صفر، كيف ياخذون صفر بالنظافه؟ هذا موضوع صالح القحطاني مو موضوعي. طيب اي بس هذا من الجمهور. وسخان الفرن بس. نعم فكوا جوانتيات بنفس التقييم. طيب شو اسمه؟ طيب اسالوه هل خطا بسيط مثل نقطة على الغاز بسيطة يعطيهم صفر؟ نعم. ليه نسى نظافة المطبخ، نظافة الطبق، نظافة الأشياء دي؟ نعم. ليه يعني العشر المية هذه إذا في نقطة وساخة بس تعطي الصفر؟ نعم. ليش ما تعطي 9 8؟ لا هذا السبب، معليش تسمح لي، هذا السبب في عدم اسمح لي دقيقة ابو علي، زيت دقيق ابو علي النظافة اتكلم معك الحين. اي حرام صفر. انت سألتني وانا اجاوبك. كان الزيت وكان فيه دقيق منثور على نفس الدولاب، والزيت ماسكينه في يدهم في بقدونس، وماسكين الزيت العلبة ها وخلين وصخة زي ما هي. طيب طبعت اليدين كلها على نفس طيب الزيت. أبو لو سمحت نيو ليفر تقول اسألوه كيف يقيم على النظافة، هو أصلا ما يراقبهم، يجلس بعيد عنهم يسولف مع الشباب. هذا سؤال لك صالح القحطاني معنا. صالح رايك؟ معلش دقيقة، ممكن أنا ماني فاصلة هنا يا زي أبو شوق، دقيقة بس عندي حاجة بس بتكلم فيها معك. تفضل ابو علي، انا قاعد اقول هذه المشكله الرئيسيه، احنا مشكلتنا انه ما في وضوح وتفاصيل بنفس البند. يعني ابو علي يقول النظافه سم، حلو، ما ندري نظافه الجوانتيات، نظافه الطاوله، نظافه الفرن، نظافه، يعني ممكن يكون الكل نظيف لكن الفرن فيه وسخ بسيط اعطاهم صفر، ممكن يكون كل شيء نظيف الفرن نظيف لكن الجوانتيات صار فيها مشكله اعطاهم صفر. انا اقول هنا المشكله الكبرى، هنا الاساس. طيب لما يكون ابو علي يقسم النظافه على عده اقسام، الجوانتيات، الفرن، الطاوله، الـ 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 الاكل، التقسيم هذا انا اقول في المستقبل، في المستقبل انا هذه انا ما انا ما لما يتم كلام ياسر صحيح. طيب اسلم ياسر، لما يتم التقسيم على هالنحو انت ما تظلمهم، انت ليش عطيتني مثلا 6، انا خصمت منك 3 مثلا بالفرن، واحد خصمت في الجوانتي، هو يعني 10 يا صفر. اي هذه المشكله ابو علي، انت قاعد تخسف بالدرجه. انا ما اخسف صفر، ايش معناته من 10 صفر؟ معناتها نعم صفر، صفر معناتها 9. المكان كله وسخ ولا بس نقطه في اقول لك علبه الزيت مسكت اليد، لا تحدد لي تفاصيل. لا افصل لك، انت حق تفصل لي انا افصل، كيف افصل لك انا؟ لا حبيبي انا ما اتكلم عن، انا ما اتكلم عن حاجه، انا افصل لك ياسر، انا اتكلم ليش اعطيته صفر؟ انت طالبني تفصيل، انا قاعد افصل لك، اقول لك كذا وكذا، لازم افصل لك حتى تقتنع. اتفضل ابو علي، انا بجيك من هنا، تجيني من هنا. تفضل، لا خليك اتكلم معك حبيبي، انا قاعد اقول لك كذا وكذا وكذا، تقول لي كذا، انا اقول لك كذا. انا ما اتكلم عن الحدث هذا اللي صار، انا اتكلم عن وضوح الماده البند نفسه. حبيبي نظافه المطبخ، الزيت. حبيبي نظافه المطبخ سواء مع صالح كان فك الجوانتي حلو، وبرضه مع الشباب مع علي عبد العزيز فك الجوانتي وقاعد يقول شعر وفصل، وانا معاهم عادي، ما عندي مشكله افصل لك ما عندي مشكله. انت ما تبغى يتفاعل يقول شعر، يقول شعر يتفاعل، بس جوانتي في يده هو المطبخ. جميل جميل، انا ما عندي مشكله المطبخ جوانتي ما يفك. طيب هو لما يغير ما عندي مشكله يغير. ابو علي لما نزل ولمس الاكل من هو؟ ما لمس الاكل قدامه. اي بس ما لمس الاكل، لو لمس الاكل في يده نظام المطبخ اقسم عليه الجوانتي في يده ما يفصل. ابو علي خلينا نشوف صالح القحطاني معك السلام. تفضل يا صالح. الله يسعد مساك يا هاني صالح نبغى بعجل ياسر وابو علي. اسلم، أنا أقول نبغى بعجل بصوت عالي بس. أيوه أقول أعطانا التقييم حن 0%. أيوة يعني إيش معناه 0%؟ يعني المفروض إن الأكلة اللي سويناها حن وأخذنا في النظافة فيها 0%، معناتها العيال كلهم في المستشفى، نظافة ما فيه مرة. لا دقيقة صفر إيش؟ صفر من 10 في النظافة. إيش صفر من 10؟ يقول صفر من 100، والله أنا قال من 100 عيد المكتب. صفر من 100؟ لا ما ابو علي ما قد اعطى صفر، لا ما قد اعطى صفر. لا يا عمي ما عندهم كلام الله يرحم والديك. لا ابو علي مو عندهم كلام، يمكن مو فاهم من القضيه. هو اعطاك صفر في النظافه يا عمي. صفر في النظافه. النظافه من كم؟ من 10. طيب خالها من 10. صفر من 10 يعني ما في شيء نظيف في الاكل، يعني الاكل كله وسخ؟ هذا السؤال اللي هذا اللي قاعدين نتكلم فيه. معليش صالح، هذا اللي احنا قاعدين نتكلم فيه، نقول انه ما في تفصيل في كل بند. طيب لما يكون البند له تفصيل معين، مثلا 3 على نظافة بشكل عام، مثلا على الطاولة، نظافة الفرن، نظافة الصحن، هذه لما يكون في تفصيل أبو علي يقدر براحته، حتى أبو علي وحتى الشباب يكونون مقتنعين تماما أنه مثلا ليش خصمت 3؟ أنا عندي البند 3 أنه الفرن وسخ،
ثلاثة خلاص أعطيك صفر لأن الفرن نص خلاص أنت كذا. طيب باقي الأشياء أما يكون الفرن وسخ مثلا والباقي نظيف وتعطيهم صفر أنا أعتبرها إجحاف بالنسبة لي. أبو علي أبو علي الثاني لو سمحت لي. طيب دقيقة بس صالح تزمي تقول لك هل قل أبو علي ما زهقت يا أبو علي من كثر الانتقادات اللي تجي لفقرتك وتقييمك خل بنودك واضحة وما حد يهرج معك. صحيح برضو أقول انتقادات قلت لك كل إنسان ناجح محارب وهذا كلمة أقولها أي انتقاد. ما لا دخل يا أبو علي ما لا دخل يا أبو علي إيش دخل إنسان محارب ناجح محارب كلام ما هو لك يا صالح كلام ما هو لك. ايوه وأني أدري أنك تقصد نفسك أنك محارب لأنك ناجح ناجح معطيني صفر في النظافة من عشرة. اي صالح الجمهور يقولون صالح أخذ صفر عشان أنزل القفاز بعد ما خلص الطبخة. معقولة يبي يكشخ بالقفاز حتى لو ما خلص شغله؟ ايش رايك وين؟ اذا غلق من شغله يطلع برا المطبخ يفسخ ما دام من دجول المطبخ ما يقفل. احنا معليش يا ابو شوق احنا نبيت. طيب لما فسخ قفاز ياخذ صفر؟ منو؟ السلام عليكم. عنده معدوم مش بكذا. ابو علي ابو علي ابو شوق ابو شوق لو سمحت دقيقه شباب. يا اخي لحظه يا ابو شوق احنا نعيد ونزيد دقيقه احنا بس بنقول شيء. صلي على النبي يا اخي انت تعال زود في الكلام شغل الشاشه وعيد الفقره وحط الكاميرا عليها وشوف. على عيني وراسي. لحظه ابو علي عيد الفقره اللي تكلموا فيها وحط الكاميرا على الكاميرا وشوف. انا وش قاعد اقول؟ اذا انا غلطان في تقييمي او غلطان لكم الحق. ابو شوق ابو شوق عيد الفقره بس بخلص دقيقه بس ابو صالح برجع لانه عندي موضوع ثاني. احنا نعيد ونزيد بنفس الموقف. طيب. احنا جالسين نجيب مواقف حصلت ونتكلم فيها وهي اساسا نفس المشكله. لما يكون في تفصيل بنفس البند بنفس البند يكون في تفصيل هنا تسهل الامور. يعني الوضوح واضح من كلامك ياسر ان نغير البنود هذه. لا نفس البنود لكن البند نفسه يتفصل. لا 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 نفس البند يتفصل. يتفصل. نعم. يتفصل. نعم. يعني بدل ما نكون في بند واحد نكون في 30. لا 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 ايش الاشكال ابو علي عندك؟ لا لا المشكله لحظه توضيح. ايه للتوضيح اتكلم معك. يعني نفصل مثلا نظافه ايش ونظافه ايش ونظافه ايش ونظافه ايش يعني 10 مربعات مثلا 20 مربع ايش المشكله؟ لحظه يعني الشيء كذا صح. لا هذا غلط. طبعا يعني أيوة. مربع جميل لما يجي ابو علي يمر يقول هذه كذا اهلها ثلاث شهور تبغى جائزه مستخسر عليهم تقييم 30 ليش يعني انا اللي حارم الجائزه؟ لا لا ابو علي انت النقاط اللي تحرم الجائزه. خطا واحد تقول صفر. معلش خلينا نشوف الشاب من معك يا صالح. انا صالح الفرحان. صالح الفرحان والتوام وسعد الكلثم. يا هلا مساكم الله صبحكم الله بالخير. صبحك الله. معليش مو معقول يا هاني انه 20% بالنظافه بس شاف دقيق وقايلين له احنا قبل انه ترى الغسيل حتى الكاسات حتى الصحون العمال ما يغسلونها زين ما تحاسبنا حتى الفرن طفى الجهه اليمين طفى انا وقفت طبختي. نرجع ونعيد نفس المشكله. ما استلمت الادوات نظيفه عشان تسلمها نظيفه انت استلمتها. هذا اولا. طيب خلاص ثانيا المناديل انا اجيبهن من حق القهوه عشان امسح. ثالثا الماء بعد نص ساعه يا هاني جانا فتح. يعني قصدك يا صالح ان ابو علي ما جهز عده فقرته كامله وجاي يحاسبكم على كل شيء على كل صغيره كبيره. حلو يعني طيب معلش صالح ناخذني معاك اللي بعدك صالح 20% مثلا اقل شيء اقل للقليل اخذ 5% على التمسيح اللي انا جالس امسحه كله. صالح طيب احنا نعيد يا ابو شوق ابو شوق الله يرضى عليك خلصوا يا جماعه نفس النقطه تنعاد. معلش سعد الكلثم الماء نص ساعة ترى ما اشتغل. واضحة غير النقطة الثانية. كيف نظف كيف نظف لازم بالماء الماء ما فيه نص ساعة. عبد العزيز سعيد ارفع صوتك بس. أبو شوق سم كيف حالك؟ سوس عبد العزيز ما أسمعك والله. كيف حالك؟ طيب اسلم. أنا باقي الروح السلامة فكيت الدسوس يوم يقول أقول قصيدة وشعر مدري عشان أفك الدسوس أبغى أقلب الدفتر الملف حق الدي ما يمديني أقلبه أنا بدسوس. صحيح رجعت لي بس الدسوس رجعت لي بس تغير كل دقيقتين بس ما هي بقضية هذه انها يعني تنزل طيب. عشان فك الدسوس يوم اقول شعر باقي احد في الكونفشن روم ما تكلم خلاص كلنا هنا على العموم على العموم احنا بنوصل رساله بشكل عام لابو علي ايوه انه اذا جاء يقيمنا ما هو على طول يبدا ما عنده لا صفر اذا شفت خطا بسرعه تحسب اوكي قيمنا طيب اسمعوا بس نقفل الموضوع يعطيكم العافيه صوتكم وصل اتكلم على النقطه هذا سام من اللي يقول لحظه ذا التوام تفضل يا حبيبي انا اسف محمد اسلم التقييم بشكل عام يا هاني التقييم بشكل عام انا مو معقوله اطبخ طبخه تعجب الكل والطبق ما يبقى منه شيء ويجي ابو علي يقول لي لا طبختكم ما هي بزينه ولا يعطيني بالتقييم. طيب عبد الله صوتكم واضح. لا 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 ابو علي هاني حبيبي هاني حبيبي دقيقه محمد تفضل دقيقه بتكلم بس بسرعه يلا محمد اول شيء ابي اتكلم عن نقطه الظلم قبل ما اتكلم عن فقره التقييم بتكلم عن الظلم. انا من الناس اللي انظلمت
كيف انظلمت؟ انظلمت يا حبيبي أو بداية الأسبوع بداية البرنامج في ناس اختاروا الطبخة اللي هم يبغونها طرحناها راح نتناقش فيها لو سمحت. طيب تناقش فيها. طيب أتكلم عن فقرة الفقرة الأخيرة اللي هي يوم كانت يوم الخميس فقرة الطبخ حقنا. أبو علي قيم على الأكل تمام. اسم الأكلة مقلوبة. مقلوبة يعني تذوق طعمها أو تأكلها بعد ما تقلبها. صحيح. أبو علي ذاق الطبخة والملح فوق وحنا لسه ما قلبناها. قيمنا على هذا الشيء وأكل من الطبق. ما له علاقة ما له علاقة يا حتى برا معلش حتى في المطابخ اللي خارجية عادي ذوقهم طيب. فوق ما في مشكلة. طيب معلش كيف ما في نقطة. معلش يا استخلي وخلي يعطيك العافية يا حبيبي. بناخذ رأي أبو علي بس أكثر سؤال واحد جاوبني عليه. تفضل. المتسابقين ذولا كلهم خطأ وياسر غلطان. طيب. والجمهور اللي يتكلمون في الهاشتاج غلطانين. طيب. وانت الناجح في ايش في نقاشك. صحيح صحيح نعم. طيب عموما خلاص بس كذا اذا كان كذا ابو علي ما كده بس معلش بقول كم نقطه عشان نقفل موضوع المطبخ لان الموضوع ضال. ابو علي الفراغات كثيره موجوده في فقره المطبخ. طيب. ثغرات موجوده في فقره المطبخ وهذه ما حد يعترض عليها نهائيا. طيب. حتى انت نفسك تكلمت فيها وقلت انه الاداره غيرت وكذا. صحيح نعم نعم. عموما انا اللي اطالب فيه ثلاث حاجات واتمنى ان ابو علي يسعى في هذا الموضوع لان هي فقره ابو علي. طيب. محمد ال مسعود وله كل المحبه والتقدير هو مقدم للفقره. طيب. لكن ابو علي يعتبر جزء من التقييم. طيب. وهو اللي من بعد رب العالمين بيده نقاط. صحيح. المسابقه. صحيح. اللي ابغاه كالاتي 50% اللي ابغاه كالاتي. اولا الشباب اللي كسبوا موضوع الطبخات في الاول اختاروا الطبخات بكيفهم بعدين تم تغيير النظام الى منيو وتقفلت عليهم الموضوع هذه لازم يلقى لها حل. اما انه يكون المنيو متاح انه عادي تتكرر الاكل لسبب الاكثر من سبب. اهم سببين عندي مساله الظلم هذا رقم واحد. رقم واحد ما ظلم احد دقيقه بس انا اتكلم عن بالنسبه لي وجهه نظري. ممكن السبب الثاني اللي هو اهم بالنسبه لي وشيء عظيم جدا 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 اللعب في النعمه. اللعب في النعمه معليش مع احترام شديد يا ابو علي في تخبيص قاعد يصير الاكلات قاعد ترمى لانه ما تنذاق. هذا شيء يرضي يا ابو علي؟ هذه نعمه قاعد الناس قاعده تتفرج عليكم قاعد تطبخون نعمه قاعده تنطبخ مده ساعه ساعتين ايا يكن اخر شيء ترمى لانها طعمها ما هي بزين. في هالنقطه ياسر تقول ذروان تقول او ذريوان او كذا لها اسم غريب وجود شيف متفرج بلا فائده بحد ذاته ظلم اذا هو بس يقيم بدون اشراف ولا مساعده اتمنى تشوفوا له مسمى ثاني او تجيبون غيره. ميم البشري تقول لا ترى قايل الصالح 0% وعيده وشوفوا كلام صالح. طيب ممكن اكمل ممكن اكمل. طيب بس انا ابغى هنا اكمل بس النقاط الاخيره. ايش ايش عيد ومعيده صفر من النظافه. اكمل نقاطي صفر من النظافه هذه مش مشكله خلاص صفر خلاص معك. طيب. صفر من النظافه. عموما النقطه الثانيه النقطه انا اتكلم عن نقطه الان الشباب اللي ظلموا ومساله النعمه لانه قاعدين يطبخون حاجه هم ما يعرفون يخبصون في ذا اخر شيء تطلع ما تنوكل وترمى. حلو. الشيء الثاني الوضوح في البنود. يعني لما يجي ابو علي يقول النظافه نظافه تتفرع منها نظافه الفرن نظافه الطاوله نظافه الاكل نظافه 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 حط لي 20 تقسيم ما عندي مشكله انا. طيب. لكن لما يجي المتسابق يقول لك ليش يا ابو علي تقول له ها شوف انت. طيب. تبعدهم عن المطبخ تبدا تقيم شوف الطاوله انا اعطيتك فيها كم حاط فيها ثلاثه عجبك المتسوق هنا خلاص تصير عينك قويه يا ابو علي. ياسر عندي سؤال لك. انا قوي الحمد لله. عندي سؤال لك برجع لك ابو علي تعلق عليك. لا عشان بس ما يصير فيه. عندي سؤال لك يا ياسر فقره المطبخ انت كم تعطيها من 10 الفتره الماضيه؟ كايش؟ كتقييم كظلم ويعني كانصاف كحد كعدل كتقييم كتقييم اعطيها 4 من 10. 4 من 10 ابو علي ايش رايك؟ كتقييم كأداء نبغى نختم دقيقة بس كأداء كجو في المطبخ أعطيه 10 من 10 لكن كتقييم الجو هذا والأداء إيه هذا شغل محمد المسعود يشكر عليه كذلك أبو علي كذلك أبو علي في التقييم تقييم يعني لحظة يعني يعتبرون أجامل في التقييم؟ لا 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 أنت هذا كلامك ما تجامل ما تجامل خليك واضح يعني لحظة صلي أنت هرجت هرجة خليني أهرج طيب أنت تقول جامل أنت هرج أنت لا 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 أبو علي أبو علي يا أبو علي جامل لا 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 أبو علي أنا قراراتي صارمة. وش الصارم وش معنى صارم؟ يا صفر يا 10 يا صفر يا 10 مرة أو يعدلوا الورقة هذه ويسووا لي بنود جديدة. أبو علي البنود هذه ما فيها يقول لي صفر يا 10 عاد 5 عاد 9 عاد 8 هذا بنودي يطبخ زي الناس ياخذ حقه. أيوه طيب غلط غلطة ما غلط غلطة ياخذ صفر غلطة. طيب نظافة كاملة غلطة. لا يا أبو علي لا لا أبو لا علي لا يا رجال النظافة الشخصية ممتاز يعني
لو علياقة حقته وصاخة مثلا بسيطة ياخذ صفر؟ ما اعمله ملابسهم كلها نظيفة وشان ما اقول فيه شيء. النظافة انا اتكلم عن نظافة الاكل. نظافة الاكل في تحضير الطبق. لحظة احنا ما في يا جماعة الحين كلهم ذول يتكلمون وكلمة واحدة ما قالوها. كل الكلام ده ما فيه ولا كلمة؟ حرام عليك يا ابو علي. طيب لحظة هل سألتهم السؤال هذا منك جاي مندفع انت وياسر علي ومندفعين؟ ترى عندي صدود واقدر ارد وهذا رد. يقول لك هل اسال صالح الفرحان واسال صالح القحطاني هل هم خلصوا الوقت الاكل على التايمر حقهم؟ اخصم عليه في الوقت عادي. خصمنا اخصم عليه 5-6 طيب سبعة بس مو صفر. دقيقه طيب اسالهم هل غلقوا الاكل في الوقت؟ ابو علي هذا بند الوقت. طيب اخصم عليه ما عندنا مشكله. طيب هذا واحد اسالهم ايش قال لهم المتصلين. ايوه بس عشان نقفل الموضوع ايش قال لهم المتصلين مو انا. طيب خلاص ابو علي لحظه لا تقول لي خلاص ابو علي انا ما أبو علي أبو انت خلصت انا برضه ما خلصت. اي انا اقول لحظه هاني انا ما خلصت. انت خلصت انا ما خلصت. انا اجاوبك انا اسالك انت جاوبني. المتصلين انت رجني هاني مشمر يديك انا برضه اشمر يدي. لا اشمر ابو علي ابو علي عشان ارد عليه بس اقول في تايمر عنده في وقت عندهم ما غلق عليه. طيب عندي سؤال ابو علي عندي سؤال ابو علي. انت قلت الناس دول كلهم صح كلهم خطا وانا اللي صح. ما غلقوا الوقت ما غلقوا على الساعه خلاص في معد وفي معايا مذيع. السؤال ابو علي هم يقولوا انت يا ابو علي لا جبت لنا ادوات نظيفه ولا جبت لنا مويه تاخرت علينا مره في المويه وطفى علينا الفرن دقيقتين حق المويه البزوز برا فكوه كان يسوون صيانه فكوه دقيقه يمكن ولا دقيقه. ما طيب. تراعيهم في الاشياء ذا ما تخصم مع نفسك شويه هدف يعني معقوله يعني ما رايت اكثر من كذا. طيب ابو علي كيف تراعي ابو شوق لو سمحت صفر ابو شوق. طيب خلينا نقفل عشان نقفل الموضوع بس نقفل بقول اكمل نقاطي عشان نقفل الموضوع بس ياسر عشان الوقت. طيب ما اول شيء ابو علي انا ما قلت لك انك تجامل. لحظه انا قلت فصل في اي بند عشان ما يظلم احد. واضح. طيب اللي بعدها ياسر صلي على حلو اللي بعدها بس اذكر الله تفضل يا هاني ياسر خلاص ركز معي هنا سم. لا هذا ايش مكتوب هنا ما شوف قولها انت ده تقول النظافه قلت كم الملابس كم نظافتها 10 عندهم 10 حلو. طيب نظافة الأكل ها أعطيتهم 5% هذا من اللي أعطيته 5 لحظة. طيب هذا حق تكلثم يا علي حق المقلوبة ساعد الكلثم ولا علي علي احنا ما نتكلم عن أشخاص يا أبو علي لا دقيقة وعندك الحضور مبكر 20% أخذوا 20% يا جماعة الله يظالي عليك قاعد تهرجوا الله يظالي عليك أبو علي أنت فاهم الموضوع غلط. أنت ما تفهمينه أنت كمل أنا فاهم وعندك نظافة صفر هذا زعلان من هذه ليه ما اعطيت 25% عشان كم 55 لا يا علي ما عليه حرام صفر يعني كان وسخ مره يعني كان تسمم علي ما اقول ما في شيء يا اخي رجع ابو علي الله يرضى عليك خلاص ابو علي الله يرضى عليك بس اقفل اخر حاجه احنا نقول ما نتكلم عن اشخاص انت ليش ظلمت الفلان ولا ظلمت الفلان احنا نقول ان ابو علي ظالم احنا نقول خلي يكون لابو علي نفس البند مفصل عشان ما حد يتكلم في روح قانون يعني يكون في روح قانون يعني يجي ابو علي يقول نظافه النظافه فيها نظافه الطاوله نظافه الفرن نظافه يجي هو يحط صح يقيم على اثرها يعطيك العافيه بشكرك على النقطه الحين يا علي بكره ان شاء الله مشيئه الله نفصلها بكره هذه كلها فصلها بكره ايش المشكله جدول صلي على النبي ممتاز اصبر كمل انت من بلش اقول لك ممتاز اسلم اركض انت بس طقطقه بس فأنا أقول لك هذا حفصلها بكرة وبرضو حنرجع في مشكلة لا إذا فصلتها وكنت حفصلها وبرضو لأنه ما يطبخون يا ناس لا حترجع في مشكلة يا جماعة طيب خير وبركة طيب أبو علي خلاص بكرة أنتظر منك الورقة هذه نعرضها في بروفايلك بلس طيب. ويعطيك العافية حناخذ التقرير ونرجع لكم. اصحى الدنيا بعد بكره باذن الله اليوم الوطني لاهل الكويت. طيب بكره ليش ما احتفلنا بكره؟ لانه ما يمدينا نجي بكره هذا الكلام فقلنا نحتفل فيك اليوم. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو؟ قلت حنا دول الخليج ما عندنا ما نعترف بسالفه حدود وما حدود هذه ولون جواز حنا كلنا نسب واخوان واهل وسواكم في خافق لا يصبرون. يقول يردح على سبي ويرقص رقص ولو ما كنت له شيء يسفهني كرهي مثل آله الكشف النقص أي شخص عنده نقص يكره. يقول قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم سلام إن الجواب لباب الشر مفتاحه
أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباح. غلطة منك أنك ترميلك جبل جبل وهو يزداد هيبة وانت تزداد خيبة. لكن أنت تحتاج بعد البرنامج ترتب أمورك، بعض الشباب عندهم بزنس فترة البرنامج موقف. ولا تحزن على أرضك إذا صار الوطن منفاك، تمسك باخر ترابة إلين ترابة يشيلك. يقلدوا تعالوا 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 نحط يدينا الثنتين الثنتين الثنتين. سيدة علي سيدة لا 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 حد يقرب لا حد يقرب لا حد يقرب. تلميح الأولى عين لآخر منصب له ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عام 2011. تحية قوية ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله. طيب سياسي شهد عهده بقطع النفط عن الولايات المتحدة تنا غالية من دعم أخونا محمود فلاح. الله أكبر. رجل أعمال ومبرمج أمريكي جوجل، وإذا ما تعرفين أخصمي لين توصل 100 بعدين حولي. أخونا فواز الشمري يستاهل. فريق دعمك سالب 250 جعل عبد الرجولي. ملاكم أمريكي توفي عام 2001. فواز فواز اللي يقول فواز يرفع يده. فواز حنا قلب وعقل صح نتنافس لكننا على طيب. أحمد سعود البحريني. فيصل بن قربة. يا ميسي يا مارادونا. الأول الأول ميسي. أنا قلت ميسي أبي أضيعها بس هي مارادونا. أه نسال ضيعها طبعا. تشكلات تستاهل يا حبيبي. الله لا يجوز تستاهل يا الله اسمع الله ياك شامرة. مرحبا بلاد وبلاد السحايب. غني يا غزة يا أنا قلبي هواوي، والله ان صوتك تهيضني الحونه. تعرف الطفل لو تعطيه مبلغ مادي على طول يعترف. فقلت له اعطيك 100 ريال لو تقول لي انكسر كذا. قال اقول يلا 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 امشي بس. قلت له ابوي 200 ريال. قال انا. قلت ما شاء الله عليك. وسوره القمر هي المعلم، ذلك الذي يشرح لك عن العلم ثم يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. السالفة هذه أكل من المطعم ومعجب عليك صراحة، فكنت معه وقته فلوس فعصب عليه. قال لك ما عجبني ومع السلامة. قال أنا اشتكيك لسعودك وقال راح اشتكوا. قال ما جاز لي طعامكم. ما عندك صرف وقته صح؟ والله هو وسيع والله قوي ما شاء الله الرجال. يقول ما جاز لي طعامكم ولا ندافع شيء. خلاص معليش اجلس أنت مطعم. ثقافة اسمها القراءة. أنا لا أحب أن أكون مثقفا، أنا أحب أن أكون مفكرا بثقافة قليلة ولا ثقافة كثيرة. فوق رأسي أحمل كتبا لا أنتج منها شيء. تبقى على عهد المحبة نصوح والله. بعد هالتقرير بناخذ تعليق الشباب وعندنا اكثر من قضيه بنناقشها على عجاله. ياسر ايش رايك بالتقرير احداث اليوم؟ طبعا زي ما قلت اليوم مليان ما شاء الله تبارك الرحمن بين اثنين فارس ومعاذ ما شاء الله تبارك الرحمن مشعلين الجو وعاملين حاجه حلوه. دخلتهم اليوم حلوه بدبابات جميله جدا جميله جدا. ميزه هالفقره اريحيتها وبساطتها وهذا اللي يريح الشباب. فقره حياه اول هي اذا ممكن فقره حياه اول المسابقه اليوم مع عبد الكريم كان برضو مسابقه جميله. انا يعجبني المسابقات اللي فيها تثقيف للجمهور وتعريف بشخصيات مهمه كانت موجوده، هذه بالنسبه لي انا تعجبني. كان فيها تفاعل رائع اليوم كان فيها تفاعل جميل جدا حتى من الجمهور ومن الشباب كذلك. طيب اباخذ رايي في بعد في مثل غلطه بس اتمنى يكون يراجع اذا كان من الاعداد يراجعونها اللي هي مساله سؤال محمد علي كلاي. محمد علي كلاي طيب انه قال انه توفى في سنه 2014 وأيضا متوفي السنة الماضية سنة 2016. طيب في هذه بنرجع لها الآن بس أبو علي إيش رأيك بفقرة عبد الرحمن طيري اليوم؟ فقرة والله كلها ما شاء الله تبارك الله كانت حلوة برضه حقت معاذ وفارس وفقرة عبد الرحمن طيري ما شاء الله تبارك الله وعبد الكريم ما شاء الله اشكروا عليها والله يعني فقرات كانت قوية والله. طيب عندي ملاحظة بس على فقرة عبد الرحمن طيري. طبعا للمعلومية المضياف بس عشان نوضح للجمهور الكريم المضياف مختلف عن زد رصيدك بأكثر من حاجة. أولا
المضياف في أكثر من مقدم للفقرة، وهو من يختار الضيوف، يعني هو من ينسق مع الضيوف ويجيبهم. يعني اللي ينسق ضيوف المضياف مو بالعلاقات العامة، مو بالعلاقات العامة زي ما كان في زيد رصيدك. المقدم، المقدم نفسه هو اللي يجيب ضيوف، يكون في تنافس بين المقدمين من يجيب ضيوف. ملاحظتي بس فقط، مش ملاحظة، عتب بسيط. الضيوف اللي حضر كلهم على عيني وراسي ولهم كل التقدير والمحبة، وبالعكس لو أنا مكان أجيبهم كلهم، لكن ما أجيبهم كلهم هذولا في وقت واحد. يعني أجيب مثلا الرائع جدا مثلا الحريقة مع عزيز اللي كان معه وصاحب الشركة، لكن مثلا الأديب علي الهويريني كقامة إعلامية كبيرة وإعلامي وله أسلوبه في الطرح، أنا إنسان صراحة ما أمل من حديثه، هذا كل يوم المستقل لوحده. يعني انت تقصد يعتبر دورة تدريبية للمتسابقين. اليوم ما كان في تجانس بين الضيوف، ما كان في تجانس انا بالنسبة لي، لكن بشكل عام ظهرت الفقرة بشكل رائع جدا، انا اهني عليها واقول له اتمنى بس هالشيء مستقبلا تداركه. طيب جميل. اليوم او عفوا كم في شروم من معنا محسن. محسن حياك الله يا محسن. الله يحييك. تفضل. موضوع ما فيه اسلم، امس اخر الليل دخلت احدى المجالس عند الاصدقاء ولقيت غرض من أغراضي مشقوق نصين. عفواً دخلت إيش؟ أحد المجالس اللي موجودة هنا. جميل. لقيت غرض من أغراضي مشقوق نصين. أها. جاكيت. فجيت وطبعاً مرتفع ضغط يعني يعني غرض لي مقطوع. فالمنظم كان موجود اللي هو سعد الدوسري، وكنت يعني منفعل شويتين إنه شلون إيش السالفة وذا. فشيء إنه يرفع الضغط لأنه أنا في البداية. ها عرفت، قال لي سعد من المهم خلينا نكمل السالفه. انا عاده كنت اخلي مفاتيح دواليب على الباب، بس بعد فتره صرت القى اغراض ما هي موجوده، او القى احد بعض الشباب لابسينها حتى بدون اي استئذان مثلا. فش اسمه كان شيء انه اقل استاذن يعني. واغراض كثيره يعني، في اشياء ما ادري فين. طب ممكن سؤال؟ تفضل. انت قلت للشباب هالكلام انه استاذنوا قبل امس؟ تناقشنا في ذا الموضوع انا وباقي الشباب. بس يا سيدي على هذا الموضوع يعني ما لا اغراضي الخاصه تفتح دولابي تاخذها من باب الموانه ممكن، لكن اقول لهم هل قال لهم الكلام هذا؟ يعني اتوقع هذا شيء ما استوعبوا. محسن هو متسابقين ولا برا متسابقين؟ لا متسابقين. طيب الجاكيت احنا شفناه شق على الهواء، هو ايه. نفسه ايه يعني مع التوام اعتقد. ما في اعتقد، هو اللي كان مع التوأم. هو انا اللي قال لي سعد انه كان لابسه احد التوأم، واللي قطعه شخص اخر كان في مضاربه. اوكي عواف انقطع يعني بالغلط، اكيد مو متقصدين، بس انا اقصد هرجة انه لبس الاغراض، في اغراض يعني البعض لبسها اكثر مني يعني اغراضي. صح. طيب رسالتك يا محسن للشباب؟ لا بس انا بس كان قصدي يعني مستغرب من الاداره ما في اي امر في ذا الشيء يعني من ناحية جزم. الله يكرمكم. طيب اللي شفناه على الهواء ده ايش؟ بان هذه رساله للجمهور بس يشوفون. انا اتمنى ان الشباب يهدون. لا في شيء، في لقطه طلعت على الهواء قدام يعني المفروض الشباب. انه يكون في شيء من الاداره يعني، انا اقصده يعني من ناحيه اغراض يعني ملابس يعني. محسن اهلا، انت شايف اللي صاير برا ولا ما انت شايفه؟ اي شفت. طيب محسن انت ستبغى تطلب تدخل الاداره في هالموضوع؟ هذا اللي طلبته انا من سعد، في اغراض انا ابغاها من الاداره من اول، وفي اغراض برضو يعني ابغى الاداره تتدخل فيها يعني في امور اقصد. طيب في امور اخرى غير هذه؟ هذه بس انه هاجت الاغراض اللي تختفي فجاه. طيب ايش رايك يا سعد؟ معك انا بالنسبه لي ما اقدر احكم في هالموضوع، انا كنت اتمنى بس انه هل ناقش الشباب في هالموضوع قبل، انه رجاء يا شباب لا احد ياخذ من اغراضي وما استجابوا. بس هو يتكلم في واحد من الشباب كان برا يسوي حركه. ما شفت انا والله ما شفت. طيب ما في مشكله. عموما انا اتمنى من الشباب ما يدخل، هاي وجهه نظره وكيف لا احد يتدخل، لا احد يصادر وجهات النظر يا جماعه، لا حرية انه يتكلم يا جماعه بكيفه. يا جماعه يا ياسر اتوقع الموضوع اكبر من وجهه نظر، هذا حقي. حقي يا ابن الحلال، انت لا تقول اخذنا حقك. ليش تزعل؟ ليش تزعل؟ حقه يعني من حقه يتكلم. عموما مش هذه مشكلتنا، انا بس عندي مشكله ثانيه ودي اتكلم فيها. بس بنجيها، بس خلينا ناخذ راي ابو علي. ايش رايك ابو علي الكلام هذا؟ يعني صعب اني مثلا اني اخذ شيء حق واحد بدون ما استاذن من شخص، فهذا بحقه عيب صراحه. انا شوف انا ممكن يعني ممكن احسن الظن، لازم ما احسن. السلام عليكم، ممكن افلان ترى ابغى الغرض الفلاني، لو سمحتوا ممكن استعمله يعني ادبا؟ لا والله لو يعني صعب. انا اقول لك جالس قدام الشباب ليش تاخذ حقي؟ ممكن تكون على الهواء فشل. شوف انا شوف انا شوف ابو شوق من باب الموانه، ممكن من باب الميانه. الميانه لكن اخذته وشقيته. شقيته ولا علمته؟ اي خلاص هنا. لا انا اقول هذه قضيه ثانيه. طيب. نتكلم. محسن بتقول شيء؟
انا قلت انه عوافي على الاغراض ما فرقت يعني، بس ابى تدخل الاداره بدل الامر فقط يعني. صورتكم رسالتكم وصلت لابو كاتم؟ ما اسمع. اقول رسالتكم وصلت لابو كاتم يعطيك العافيه يا محسن. وغير كذا ترى يعني انا ماني زعلان يعني على العيال، بس هو هجه الاستئذان فقط يعني. معك حق يا محسن، ورسالتكم وصلت للاداره، شكرا لك. يعطيك العافيه. طيب ياسر. طبعا بس رساله للتوأم بس عشان توضح لهم الصوره، للمعلوميه هو ما قال التوأم، بالعكس كان متحفظ الاسم، لكن اللقطه طلعت على الهواء وذكرت في في المكان اللي احنا فيه، فلا تجون تلومونا على حاجه هو ما ذكرها. نرجع لموضوع انا بالنسبه لي اعتبره موضوع مهم جدا، يزعل من يزعل ويتضايق من يتضايق ويهاوش من يهاوش. اللي حصل امس اخر الليل فجر الفجر، ايش اسميه بالضبط؟ مصيبه. مش مساله مصيبه، ما يحصل الا في استراحات، لا يحصل في منصه اعلاميه ابدا. لا يعني استراحات ما يعني احس انه تشبيه يعني. معليش اللي حصل امس، معليش اللي تشوفه، انا اتكلم عن اللي شفناه على الهواء. تقصد مده اليد؟ دقيقه بتكلم حبه حبه. انت مش في مدرسه انك تضرب تمد يدك على زميل لك او متسابق او الى اخره، انما نتكلم في التفاصيل هل حصل ما حصل. لكن اللي شفناه على الهواء منظر مقزز جدا جدا جدا. اتكلم في منصه اعلاميه، احنا نسوي اردى من كذا؟ احنا ما ننزه انفسنا، احنا نسوي اردى من كذا، نسوي حاجات اشنع من كذا، واللي مد يدينا عليه ندوس في بطنه على قولتهم. لكن مش في منصه اعلاميه، مش على الهواء، مش قدام الناس. في اطفال يتابعونكم، في ناس يتابعونكم وشافوا اللقطه، شافوا اللقطه المشينه حقيقه اللي طلعت على هواء، تجي مزح معاك مزحه احمد سعود مثلا على سبيل المثال، مع احترامي شديد لصالح وله محبين ومتفاعل ومن افضل المتسابقين اشوفه في البرنامج، لكن مزحه مثلا على سبيل المثال او حتى لو كانت جد، فك المايك تدخل داخل ويمسكونك الشباب توخرهم بتروح تطق، مع احترامي شديد هذه غلط كبير جدا جدا، ويتحمل صالح جدا، يتحمل صالح. احمد مسعود غلطان، صالح غلطان، انا ما يهمني، انا يهمني المنظر اللي طلع على الشاشه. الناس اللي شافوه ايش؟ شافوا منظر خاطئ جدا، خاطئ سلوكيا. ما اجلس ابرر، اجلس اقول لا والله معليش الشباب يخطون، برنامج واقع، برنامج واقع، لكن خليك شوف، انا اعرف ان قدامك كاميرات. طيب ابو علي حاصر نفسك. توفى فارس ياسر. ايش؟ يعني توافق ياسر؟ توافق والله، كلام جدا. ما تحس انه هذا شيء جزء من الواقعيه؟ لا مستحيل. واقعية اني اضارب اضارب جزء من الواقعية؟ مستحيل. جزء من الواقعية؟ لا، اسوي اللي اسويه في استراحة. مستحيل. اسب اسوي اللي ابغى مثلا. مستحيل. اذا كان جزء من الواقعية هاني. اذا انت تبغاها واقعية كاملة. لا انا ما ابغى، انا اسال بس، انا اقول إيه إيه. اقول لك اذا كنت انت بتقيمها كواقعية. طيب. هذا برنامج في منصة اعلامية تلفزيون الناس تتابع. جميل جدا. واقعية لكن بحدود. جميل. في شيء، الصورة الان معروضة على الشاشة الان اللي هي كيدز لايف. كيدز لايف هذه يا جماعة مبادرة من القناة، حتكون للأطفال، ممتاز. ممكن ترسل مقطع فيديو وتحطه على اليوتيوب وترسل الرابط لنا، طبعا تحطه برايفت أو عام، ترسل المقطع لنا، لازم يكون 60 ثانية لموهبة الطفل، وحنا محددين الإيميل موجود على الشاشة. إذا بغيت ترسلها الشرط أنه ما يكون عمر الطفل يتجاوز 13 سنة. أرسل هذا الطفل ينشد يلقي يقدم اي مهاره، راح يكون لها ترتيب معنا ان شاء الله في قناه بدايه، وجائزه 50,000 ريال. نختم. ابو علي يعطيك العافيه. يعافيك. واستاذ ياسر يعطيك العافيه. الله يعافيك. عندي نقطه اخيره بس، اذا كان مثلا صالح او احمد سعود بيوضحون في المستقبل. يا شباب نقطع الهواء، معليش صالح بنجيك بكره، انقلوا عن ابو علي انه يقول الناجح محارب وانا ما اخطيت في شيء ابدا. يعطيكم العافيه.